اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي مساحة موجود عليها كتير عالم من كل الفئات العمرية، من كل الخلفيات الثقافية والاجتماعية، وهذا يمكن فرصة أو مساحة نقدر من خلاله نقدم الخطاب الديني والثقافي بأطر جديدة، مش بأطر جامدة، بأطر تفاعلية، إن كان من خلال الحملات الإعلامية، إن كان من خلال صور الأفلام القصيرة. هيدا الموضوع حيتيح للعالم كلها تكون عم تنقل الحوار من مساحات صغيرة محلية لمساحات أكبر افتراضية، ولكن إلها تأثير على الواقع العملي اللي نحن منعيشه. نحن اليوم عايشين بمجتمع الهوية الدينية فيه هي عنصر أساسي، هي واحد من المكونات الأساسية، وفينا إدارة هذا الموضوع فيها تروح بطريقة إيجابية أو سلبية. فكرمال هيك وسائل التواصل الاجتماعي فيها تلعب دور المفتاح لأن نحول الخطاب الديني من خطاب كتير جامد ما في تفاعل لخطاب عملي، لخطاب بيجاوب على التساؤلات حول مفهوم الإيمان، حول علاقة الشخص بالآخر من خلال الإيمان. يعني هو قدي فينا نبين مدى التأثير الإيجابي لاستخدام الهوية الدينية بطريقة بتأكد على القيم المجتمعية، قيم المواطنة، الشراكة مع الآخر. هذا شيء كتير أساسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كايسيد بتخيل اللي عم يعمله هلأ واللي حيكون عم يعمله هو محور أساسي بتفعيل الحوار، لاسيما أنه عم يكون الرابط بين المؤسسات الدينية من جهة والمجتمع من جهة تانية، المجتمع بكافة مكوناته المدنية، الناس المؤمنين وغير المؤمنين بنفس الوقت. فهيدا الرابط اللي نحن بنفتقده اليوم لتفعيل مساحة الحوار، ويمكن هيدا كايسيد حيكون مفتاح أساسي فيه.